لو رجعنا تاني يمكن اتكلمت قبل كده في الموضوع دوت، ان احنا الزبال ياخد او الشركات تجمع الزبالين ونخبط على البيبان، مش هتختفي مشكله الزباله من الشوارع كاختفاء. طب نعالجها ازاي؟ نعالجها زي ما قال الاستاذ محمد، ده جزء من العلاج، وجزء من التاني اللي هو البايو. كان في مشكله، كان في شارع في مصانع لانتاج الكومبوست، ودي مصانع قفلت اسباب لازم نرجع نشغلها تاني عشان نقدر نعالج الحاجات، او ان احنا في البدائل التانيه زي انتاج من الكهرباء من ده. وفي احدى الشركات الايطاليه متقدمه فعلا بمشروع هتاخد كل الزباله وهتحول الى بقى. عندها مشكله وعندك 10، عندها مشكله، هي مشكلتها بقى هقولها لحضرتك، عندها مشكله في ان انا بس ايه، واحنا بعت الكلام دوت حتى لوزير الكهرباء، هو عايز يضمن انه يبيع الكهرباء، ما هيطلع اضمن لي ان انا سعر ويبيع، اضمن لي ده انا هشتغل لك من بكره وهخلصك من كل مشاكل الزباله. طب عايز ايه؟ تمويل من بره وجايب تمويل خارجي، انا مش هكلف حاجه، بس اديني امان ان انا هشتغل واستثمر واحط فلوس، وفي الاخر انا دي هتبقى ريحه مردوده عليا. لازم امن المستثمر انه هيحط فلوس استثمار في المشروع ده، يبقى المشروع ده هيرجع له، هيقدر ياخد من عقله، ما هو مش هيرمي فلوس في الارض. فدي مهمه جدا ان احنا لازم نبص للبصه دي. اجراءاتنا مع احترامي الشديد مش طبعا ده مش هجوم على الجهاز ولا حاجه، يمكن احنا عايز اقول من 2014 التقرير ده معمول من ضمنها انشاء جهاز اداره المخلفات، وده مبعوث انا كاتب النقط اللي تمت من خلال الريبورت ده 2014، ولكن احنا اجراءاتنا بطيئه قوي. إيه دي مشكلتنا احنا في مصر، مش حتى في المخلفات في مصر، قبل ما احنا عندنا الفكره وجميله، قبل ما ننفذها تاخد شهور، مستثمر بيجي يزهق يطفش ويروح يستثمر في اتجاهات ثانيه. احنا محتاجين تشريع، وده احنا طالبينه ولسه باعتين جواب لوزاره البيئه بهذا الخصوص، ان احنا عايزين التشريع باسرع ما يمكن عشان نقدر نشوف الراجل ده عايز يامن حاجه، مصدر الرو ماتيريال اللي هو المخلفات، ان انا اقدر اجمعها له، ودي موجوده في الشوارع بس تعالى يعرف ياخدها، محدش يقدر يديها له. اديني كونتينوا السبلاي من المخلفات ديت، انا هقدر اديكي كهرباء. عايز ايه اكتر من كده؟ هنهلك على مشكله المخلفات في مصر، بس اديني المخلفات واشتري مني الكهرباء، مش عايز اكتر من كده. هل الموضوع بسيط ومفيش فيه صعوبه؟ مش سهل بقى. شوف بقى، دخلنا في تشريعات البيئه، ودخلنا في تشريعات مش عارف ما، كل ده هيتوافق، بس انا للاسف مش عارف يقابل حد عشان يقدر يعرض عليه مشروع، مش عارف يقابل حد في وزاره الكهرباء عشان يضمن ده. ما انا برضه هو انا فاكر انه هيعمل ده وهيلوث البيئه، طبعا لا، هيبقى متوافق مع البيئه وهيعمل كل الاحتياطات اللي هم طالبينها هنطلبها منه مع المشروع. انما ازاي ان انا مش حدش لسه مد ايده وقال له تعالى وتسعر، تعالى حط الكهرباء، حطينا تسعيره تقريبا للكهرباء من طاقه الرياح والطاقه الشمسيه. انما هل ده اتحط للمخلفات؟ لسه ما طلعش. حط بس هو لسه بيتعدل بعد الوقت ثاني، بس انت عندك مشكله. طب هل في تشريع يلزم وزاره الكهرباء انها تشتري الكهرباء ناتجه من انتاج المخلفات؟ مفيش تشريع. فطب الراجل هيجي يستثمر وبعد كده، وانت حضرتك بقول لك في واحد، انت قلت في 10. طب هم متخوفين ان هم يخشوا، امتى هنبتدي نحط ايدينا في ايديهم ونتخلص اللي احنا عمالين نقول دي مشكله مشكله مشكله؟ طبعا عارفين بقى لنا سنين بيقولوا لها مشكله، امتى هنبتدي خطوات ايجابيه عشان نحل هذه المشكله؟ هو ده اللي احنا طالبينه، الاسراع في الخطوات، الاسراع في تشريع وقانون يحدد التعامل، مين اللي يشيل ومين اللي يحط ومين اللي يودي ومين اللي يعمل عشان اضمن ده. ما فيش تشريع منظم للحركه دي، وده اللي احنا كنا طالبينه من حضراتكم من الجهاز، ودي انا عارف انتوا شغالين فيه، بس يعني احنا خطواتنا حتى الاكشاك اللي في محافظة بتاعت عمل البيع بالكيلو اتوقفت. احنا برضو كنا طالبين الزام الحكومه بتخصيص مناطق زراعيه عشان المناطق اللي هي بتاعت التدبير عشان الناس تعمل فيها عن تدبير، يعني كل منطقه نقط التجميع ومنشاه ناصر